بكتب اسمك يا بلادي على الشمس اللي ما بتغيب. تحية لأهلنا السوريين الشرفاء الكرام الأحرار على مساحة 185 ألف كيلومتر مربع، الذين خرجوا قبل 11 سنة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الغرب إلى أقصى الشرق ليعلنوا: الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. وهلأ بعد 11 سنة خرجوا ليقولوا: الشعب يريد إسقاط النظام. نفنا ولا يحكمنا الأسد، نفنا ولا تحكمنا هذه العائلة اللحمة. شقد تمنينا وغنينا نرجع حمص ونمشي بيها، شقد حلمنا نزف الثورة ونوصل للشام نحميها ونطوي المدفع. سنطوي المدفع قريبا إن شاء الله. نروح الحمزة بدرع نزورة وأرض الأحرار نحنيها. هل حزوينك عبد الباسط ليالي الأرض اللي بيها. تحية لأرواح الشهداء، المجد والخلود لذكراهم، الحرية والحياة للمعتقلين، والعودة الكريمة والآمنة لأهلنا السوريين في أربع جهات الأرض وفي المخيمات، الكرامة لأهلنا الموجودين داخل سلطة النظام. نحن باقون، نحن باقون حتى تسقط هذه المافيا اللاحمة، لا لتعويم هذا النظام، لا لتعويم هذه العائلة، ومن يعومها فهو قاتل ومجرم مثله. أيها السوريين، انتصروا لقيم الحرية والعدالة والكرامة، لقيم المواطنة، لقيم الهوية التي تسحب من بين أيدينا. معركتنا معركة سياسية على صعيد الداخل والإقليم والدولي، يجب أن نعي هذه النقطة المهمة جدا. معركتنا سياسية، معركتنا وطنية، ومعركتنا هوياتية. لن نستسلم، لن نتراجع حتى إسقاط هذه المافيا. كل ثورة وأنتم بألف خير. سنلتقي في ساحات الوطن الحر قريبا إن شاء الله.